اليوم كان حديث مفتوح ما بين النواب ووفد التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والطلاب، وكان دار حديث مفتوح ما بين الجميع، تناول فيه الطلاب جميع المشكلات اللي بتشغل بال طلاب مصر وكل الحاضرين. تحدث الطلاب في الملف المحليات وضرورة إجراء مجالس محلية في أسرع وقت. نقدر إن احنا النهاردة نقول إن شبابنا اللي في جامعة سوهاج وصل لهم الأفكار السياسية بطريقة صحيحة، قدروا يعرفوا يعني إيه مواجهة إرهاب، يعني إيه أمن وأمان. إن أنا بدأت أول لما جيت أسس الدولة المصرية، بدأت إن أنا النهاردة أحقق الأمان، وبعد كده أبني وأنشأ المنشآت من أول وجديد، وبعد كده بدأت إن أنا أوصل للمؤتمرات الاقتصادية، وبعد كده أوصل للحوار الوطني.